السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري المقدم من جمعية السكري السعودية الخيرية بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور مميز لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن سعد الحميدي. نرحب بكم اليوم في برنامجنا التثقيفي بعنوان حساب جرعات الأنسولين. يقدم المحاضرة لكم سعادة الدكتورة إيمان الشهري، استشارية سكري الأطفال واضطرابات الغدد بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة إيمان، نورتينا النهاردة. شكرا شكرا. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله بإذن الله موضوع محاضرتنا النهاردة حساب جرعات الأنسولين. هتتفضل الدكتورة إيمان بإلقاء المحاضرة. بعد انتهاء المحاضرة إن شاء الله هيكون في وقت مخصص للأسئلة والاستفسارات، وفي الأخير قبل الختام إن شاء الله سوف يتم إرسال رابط الشهادة للتسجيل فيه. تفضلي الدكتورة إيمان، نبدأ محاضرتنا حساب جرعات الأنسولين للنوع الأول من السكر. أبدأ أشكركم جميعاً صراحة على وجودكم اليوم في المحاضرة هذه، وأشكر جمعية السكر اللي أتاحت الفرصة هذه أن نتناقش ونوعي بعض وأستفيد من خبراتكم، وتستفيدون برضو إن شاء الله من المعلومات اللي راح أقدمها. وأتمنى يكون المحاضرة هذه مو محاضرة تقليدية، يعني أتمنى يكون فيها مشاركة منكم، مشاركة من خلال خبراتكم مع الأطفال السكر. أتكلم أول شيء عن مصدر الإنسولين في الجسم. مصدر الإنسولين هو من عضو يسمى البنكرياس. البنكرياس هذا متواجد زي ما تشوفون هنا، هو خلف المعدة متواجد، والبنكرياس هو المصدر الأساسي لإنتاج الإنسولين اللي هو هرمون يساعد في تنظيم سكر الدم خلال اليوم، وله وظائف أخرى كمان ولكن ما راح نتطرق لها، لأن أهم وظيفة له أنه يساعد في انتظام السكر في الجسم. هذا هو البنكرياس. هنا إذا أخذنا مقطع صغير منه وكبرناه بهذا الشكل نلاقي فيه أنواع من الخلايا، منها هذه الخلايا اللي اسمها تسمى البيتا سيلز. البيتا سيلز هذه متواجدة منتشرة في البنكرياس، وهي المصدر الرئيسي لإنتاج الإنسولين. باقي الخلايا هذه تفرز إنزيمات مختلفة. الإنزيمات مسؤولة عن الهضم، لها وظائف أخرى، وهذه الإنزيمات ما حتتأثر بالنوع الأول من السكر. يعني إيش يصير في النوع الأول من السكر؟ هو أجسام مضادة تخرج من نفس جسم الإنسان، بسبب غير معروف تبدأ هذه الأجسام المضادة تحارب وجود البيتا سيلز هذه أو خلايا البيتا، يعني تتعطل عن العمل تماما، وبالتالي نفقد مصدر الأنسولين 100%. وبعض الخلايا الثانية اللي تفرز الإنزيمات الأخرى هذه ما تتأثر سبحان الله في النوع الأول من السكر، هذه ما يعني ما يجيها شيء، وتستمر عملها طبيعي جدا، وهذا من رحمة رب العالمين، يعني مو كل الخلايا تتأثر، ولكن البيتا سيلز تتوقف عن العمل نهائي في النوع الأول من السكر. ماذا يحدث في جسم الإنسان الطبيعي إذا أكل وجبات خلال اليوم العادي؟ طيب إيش يصير هنا؟ أول حاجة في وقت المساء أو وقت النوم الإنسولين ما يتوقف عن الإنتاج، الإنسولين موجود بكميات ضئيلة جدا، لو لاحظنا هنا أبدا الإنسولين مستوى ما يوصل صفر نهائي، يكون موجود بكميات قليلة. أول ما يصحى الإنسان بعدين المفروض يكون السكر عنده منتظم، السكر منتظم أول ما يصحى من 75 إلى 100، يبدأ يجلس شوي بعدين يتناول وجبة الفطور. تناول وجبة الفطور خلاص الجسم بيعرف أن في مصدر كربوهيدرات، مصدر نشويات ومصدر سكر دخل للجسم، فبالتالي يتفاعل مع هذه النشويات عن طريق إفراز كمية من الإنسولين من البنكرياس، كمية
مضاعفة أضعاف من يكون الإنسان صايم عشان ما يحدث ارتفاع في السكر هنا. ونفس الشيء يتكرر الموضوع مع الوجبة الأخرى اللي هي الغداء ومع الوجبة الرئيسية الثالثة اللي هي العشاء. في النص هنا إذا قرر الإنسان يأكل مثلاً وجبة خفيفة عبارة عن مثلاً تمر أو أي حاجة يعني سكرية وفيها نشويات، يظهر كمية الإنسولين بشكل بسيط هنا. طيب لأنه إذا ما طلع الإنسولين مع الوجبة البسيطة هذه راح يكون في ارتفاع في الدم، فسبحان الله الإنسولين عنده حساسية عالية، البنكرياس عفواً عنده حساسية عالية لأي سكر يدخل جوا الجسم يتفاعل معه ويفرز الإنسولين بكمية تناسب المقدار هذا من الأكل. نبي نتكلم عن أنواع الإنسولين الآن. أول حاجة الإنسولين القاعدي. الإنسولين القاعدي هذا اللي هو الإنسولين طويل المفعول اللي هو Long Acting Insulin. الإنسولين القاعدي تذكرون لما قلت لكم أنه البنكرياس ما يوقف عن العمل، الإنسولين موجود في الجسم 24 ساعة ولكن بدرجات قليلة جداً إذا ما كان في أكل، يعني مثلاً خلال النوم أو خلال الصوم موجود، ولكن بسبب بشكل لا يخفض السكر مفروض في الطبيعة. فإحنا نبغى نسوي نصمم مثل هذا الإنسولين اللي نسميه إنسولين قاعدي بحيث أنه موجود في الجسم لمدة 24 ساعة بدون زيادة أو نقصان. الإنسولين الآخر اللي هو سريع المفعول. سريع المفعول يعني يستجيب يعني يستجيب لاحتياجات الجسم، سواء الإنسان بيأكل وجبة صغيرة أو وجبة كبيرة نحسب له جرعة معينة ويأخذ الإنسولين سريع المفعول مباشرة قبل الوجبة، وراح نتكلم عنهم أكثر في السلايدات القادمة. نرجع مرة ثانية لتعريف الإنسولين القاعدي، هذا هو اللي أنا مأشرت لكم عليه باللون البينك، يحافظ على مستوى سكر طبيعي خلال فترة النوم وبين الوجبات، الوقت اللي ما يأكل فيه الطفل هو المفروض الإنسولين القاعدي هذا هو اللي يضبط لنا السكر. إذا صح الطفل والإنسولين والسكر مرتفع عنده معناته لازم نضبط الإنسولين القاعدي هذا، معناته مش قاعد يشتغل بالشكل المطلوب، الجسم يحتاج إنسولين قاعدي أكثر. مثال الإنسولين القاعدي، المثال المعروف اللي هو اللانتس، الأمثلة الأخرى اللي هي تريسيبا والليفامير، هذه كلها موجودة عندنا هنا في السوق. علشان نعرف إن جرعة الإنسولين القاعدي مناسبة ولا لا، الإنسولين القاعدي لازم يمثل تقريبا نص مجموع جرعات الإنسولين خلال اليوم. شيء ثاني عن معلومة عنه إنه يبدأ مفعوله خلال ساعة ونص ويستمر 24 ساعة. عشان كذا دائما نقول إذا أخذتوه الساعة 6 مثلا صباحا في أيام المدارس مثلا استمروا 6 صباحا كل يوم، إذا أخذتوه 6 مساء استمروا 6 مساء كل يوم. مين يحدد هل هو صباحا أو مساء؟ هذا الطبيب المعالج بناء على النمط الحياة للطفل، بناء على وقتكم في الصباح، بناء على ارتفاعات السكر خلال الليل، انخفاضات السكر خلال الليل، هذا يعني 100% يحددها الطبيب المعالج. هذه أمثلة الإنسولين القاعدي، عندنا اللانتس، عندنا الليفامير، وعندنا التريسيبا، كلهم تقريبا نفس الأداة نفس المفعول. الليفامير يقال أنه أقصر مفعول شوية 18 ساعة ولكنه يؤدي نفس يعني تنظيم السكر. الآن ننتقل إلى الإنسولين سريع المفعول. الإنسولين سريع المفعول يعطى قبل أي وجبة نشويات، لا يعطى إلا قبل وجبة نشويات أو الحالة الأخرى أنه يكون الطفل ما يبغى يأكل ولكن السكر مرتفع، ضروري نعطي جرعة سريعة المفعول تخفض هذا السكر إلى المستوى الطبيعي. يبدأ مفعوله خلال 5 إلى 15 دقيقة، عشان كذا احنا نقول للأهالي مجرد ما تجلسون على المباشرة قبل ما تجلسون على المائدة ولا سفرة الطعام تعطون الإنسولين، لأنه على بال ما يبدأ أكل راح تروح 5 دقائق هذه، فالمفروض يكون جاهز إنه يأكل
ولا تسبب له انخفاضات. يستمر مفعوله مدة 3 إلى 4 ساعات، ولكن أنا أقول لكم أنه يجلس 3 ساعات في الجسم، لأنه من بين 3 ساعات إلى 4 ساعات يكون مفعوله جدا 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 قليل في الجسم وغير مذكور صراحة. أمثلة الشهيرة النوفوراباد والأبيدرا والهيومولوج اللي هي يمكن تعرفونها بألوانها، هذا النوفوراباد الأورنج، والهيومولوج العنابي هذا والرصاصي، والأبيدرا اللي لونه رصاصي وكحلي. القاعدة العامة للإنسولين القاعدي والسريع، القاعدي مثل ما قلنا يكون نص إلى من 40 إلى 50% من مجموع الجرعات خلال اليوم، والإنسولين السريع ما يتبقى من الجرعة. طيب أمثلة، عندنا الطفل يأخذ 30 وحدة خلال اليوم، 30 وحدة اللي هو المجموع الكامل. القاعدي على الأقل لازم يكون من 15 إلى 18 وحدة عشان يكون فيه انتظام في السكر. فال 15 إلى 18 هذا أقل شيء يحتاجه الجسم لتنظيم السكر، والباقي يكون موزع على حسب الوجبات اللي هو من الإنسولين السريع. هذا عرفنا الحين كيف نحسب الإنسولين القاعدي. الآن حساب جرعة الإنسولين سريع المفعول. حساب جرعة الإنسولين لازم نحط في بالنا أنها تعتمد على حاجتين. الأولى تغطية النشويات في الوجبة. الحين طفل بيأكل بجلس على الأكل، لازم نعرف كم بيأكل النشويات عشان نوازن عليه كمية الإنسولين المقابل اللي يأخذها. النشويات كم وحدة من الإنسولين، عفواً، تغطية النشويات في الوجبة يعني كم وحدة من الإنسولين الطفل يحتاجها لكل عدد معين من جرامات من النشويات، وراح نشرح الكلام هذا في الأمثلة القادمة. للتنويه بس، الجرامات هذه مش الوزن، ما هو بالوزن ميزان الأكل، لا، الجرامات هذه راح نعرف يعني إيش الجرامات. طيب وأجمع عليها إيش؟ أجمع عليها أن نغطي ارتفاع السكر إذا كان سكر الطفل مرتفع فوق 100 قبل الأكل. هذه العاملين هذه لا ينتظم أي سكر لطفل من النوع الأول من السكر إلا بعمل هذه الحسبة، ما حينتظم، يعني ما راح، يعني يكون صعب صراحة السيطرة على السكر، ويكون نتيجة عدم تطبيق القوانين هذه ارتفاعات متكررة أو انخفاضات متكررة. خلينا ندخل في تفاصيل الموضوع ده أكثر. تغطية النشويات في الوجبة، معامل النشويات كيف تحسب، هذا أولاً يعني شغل أخصائي التغذية وأخصائي التغذية، يقسمون 500 على مجموع الجرعات الكاملة، وهذا شغل الطبيب المعالج وأخصائي التغذية مثل ما يعني شرحت لكم. طيب إذا قالوا لنا، إذا وصلوا لنا المعامل معين، على سبيل المثال قالوا كل وحدة من الإنسولين الصافي أو السريع المفعول يحتاجها الطفل إلى كل 15 جرام من النشويات، هم راح يحددون بالشكل ده. على سبيل المثال الحين بيجلس الطفل يأكل مثلا رز وكاسة عصير أو كاسة حليب مع قطع الدجاج مع سلطة، جمعنا النشويات اللازمة هذه كلها طلعت 60 جرام. 60 جرام هذه بناء على الحسبة معناته 4 وحدات نحتاجها عشان نغطي النشويات من هذه الوجبة. ولكن هذا ما هو بكل شيء. الشيء الثاني إنه لازم نقيس السكر ونصحح السكر قبل كل وجبة إضافة إلى جرعة النشويات هذه. أوكي؟ طيب في حاجة بس ودي الأمهات كلهم يجيبونها للأطفال، اللي هي المعايير المقياس هذه اللي بالكوب، هذه موجودة في أي محل كماليات أو أدوات الطبخ أو الأشياء دي، وجدا أسعارها يعني معقولة، وهذه أنا أشوف أنها مهمة جدا جدا، خصوصا يعني في معايير الأكل الأطفال السكر، هذا الكوب، هذا نص كوب، ربع كوب، ثلث كوب، وهكذا يعني. لأنه المراجع اللي تشرح لنا النشويات المراجع اللي تشرح لنا حساب النشويات ترى تتعامل بالكوب. الكوب مش الكوب العادي نشرب فيه موية، لا، هو الكوب أصغر حقيقة، اللي هو مثل هذا مثل هذه الصورة اللي أمامكم.
عفوا دكتورة، الصوت دكتور إيمان، تأكدي من الصوت لو سمحتي. الحساب المعلومات أو قراءة المعلومات الغذائية الموجودة خلف المنتجات اللي تباع في السوبر ماركت. الآن منظمة الغذاء والدواء وتعاوناً مع وزارة الصحة يعني ألزم كل المنتجات هذه إنها تعرض للبيع بعد ما يكون في المعلومات الغذائية هذه ملصقة. على سبيل المثال هذا مثلاً نوع من أنواع البسكوت، عشان نعرف نقرأ إحنا حساب النشويات أول حاجة قالوا الحصة تتكون من 3 قطع. أوكي، هذه 3 قطع نجي ننزل هنا إلين ما نوصل للكربوهيدرات. الكربوهيدرات 3 قطع هذه فيها 18.2 كربوهيدرات. طيب 18.2 هذه قربوها يعني إلى شيء الرقم الأصغر، يعني يقول 18 في 3 قطع من البسكوت. الطفل يبغى يأكل 6 قطع مثلا، يعتبرها مثلا سناك صغير، وجبة صغيرة، يأكل 6 قطع. 6 قطع هذه أضربوها في 2 18 فتصير كم؟ تصير 36 جرام. و36 جرام هذه تصيرون أنتم تحسبون كمية الأنسولين اللازمة بناء على المعامل حق الكربوهيدرات اللي حدد من جهة الطبيب أو من جهة الأخصائي التغذية. في هنا جزء ترى يلخبط شوي، هنا كاتب لكم كل 100 جرام، هذه ما يهمكم تعرفون كل 100 جرام، كل 100 جرام تصير يعني أكثر بكثير من الموجود في الحصة هي اللي هم مقترحينها يعني. فإحنا بنركز على الجزء اللي هنا. شيء ثاني إن الطاقة هذا الكيلو كالوري هذه ما تهمنا في النوع الأول من السكر، الكالوريز أبداً ما تعلي ولا تنقص السكر. الكالوريز تزيد الوزن ولا تنقص الوزن فقط، لكن هل لها علاقة بالسكر وتحديد الجرعات؟ لا. فهذه جزء جدا مهم. نشوف مثال آخر مثلا هنا، أعتقد أن هذا أي فواكه معلبة أو مفرزنة. طيب هنا مقترحين أن الكمية المقدمة نص كوب. لما نشوف زي ما يعني شرحنا انه السعرات ما تعنينا صراحه في تحديد جرعه الانسولين، لما نشوف هنا النص كوب هذا يحتوي على 15 جرام كربوهيدرات. 15 جرام كربوهيدرات حاطين تحتها 7 جرام الياف. احنا الالياف هذه ما تدخل الجسم، فلازم ناخذها من 15 جرام هذه، يعني نحذفها من 15 جرام هذه، فتصير 15 ناقص 7 المتبقي 8. 8 جرام هو الكربوهيدرات الفعلية الموجودة في النص كوب، وبالتالي نستطيع مثلا إذا بياكل الطفل كوب كامل من الفواكه هذه، أوكي كوب نضرب الثمانية جرام في 2 فبتصير 16 جرام كربوهيدرات في كوب كامل، يعني دبل الحصة اللي مقترحينها هم. فيها أخصائية تغذية اسمها بيان الحبيدي. بيان الحبيدي صراحة هي ما تدري عني والله أني حطتها هذا، بس أنا راح أعطيها خبر إن شاء الله وأتمنى أنها ما تمانع. إنسانة جدا يعني حريصة على عملها بشكل رائع. هي أعتقد فيها السكر وحريص أو تخصصها في التوعية التغذية في السكر، وكثير تعطي أمثلة في تويتر عن حساب جرعة النشويات وتقريبا لكل وجبة تصورها وتشرح عليها كم فيه نشويات، على سبيل المثال كذا وكذا وكذا، وسكري قبل الأكل كذا وسكري بعد الأكل كذا، معناتها جرعة النشويات مضبوطة. فأنا صراحة أنصحكم تتابعونها للاستفادة، يعني معلوماتها رائعة. حطت بعض التطبيقات اللي في الجوال ممكن يعني نحطها، ممكن تحسب لنا كمية النشويات على يعني على حسب كم كوب رز مثلا في الوجبة، كم كوب مكرونة، من هالكلام. راح أحطها عندكم، راح أحطها مع المنسقين للدورة.
بحيث يسهل الحصول عليها وتنسخونها. هذه برضو بيان، هذا السناب كود حق اللي تبغون تعملوا لها إضافة في سناب شات، لأنها زي ما قلت لكم إنسانة جدا مفيدة. على سبيل المثال حاطة كوب كورنفليكس مع بعض الخضار وفراولة وأجبان وزيتون، وحاطة كم مثلا حبتين فراولة فيها 5 جرام كاربز، ونص كوب كورنفليكس فيه 15 جرام كاربز، وجمعت الباقية كلها خالية ترى من الكارب، الخضار والفواكه والعفوا الخضار والجبنة والزيتون خالية من الكربوهيدرات، فيصير المجموع 20 جرام من الكربوهيدرات في هذه الوجبة، وبالتالي تقدرون تحددون كمية الإنسولين المطلوبة لتغطية لهذا. طيب الجزء الثاني الآن تحديد الوجبة اللي هي تغطية ارتفاع السكر. دائماً هذا اللي مهتم بالحساب المعامل ممكن يقدر يستخدمها، 1800 تقسيم مجموع الوحدات اليومية. دائماً إحنا نحددها، يعني ما نخلي الأهالي يحسبونها ويزعجون أنفسهم، إحنا نحددها لهم. مثال إحنا نقول لهم 1 وحدة من الإنسولين سريع المفعول يغطي 50 رقم ارتفاع فوق 100. طيب على سبيل المثال السكر الآن 200، الميتين هذه نطرح منها المية، لأن المية الأولى طبيعية، أي 50 فوق المية هذه يعتبر زيادة، فأطرح الميتين أطرح منها المعدل الطبيعي يصير الناتج 100، فالمية هذه فيها 52 صح، 50 فيلزمها 2 وحدة لتخفيضها. على سبيل المثال نهاية أسبوع وفي يعني طلعة أو شيء، وفي مثلا وجبة سريعة نأخذت، أنا ما أقول والله هذا الأكل الصحي للأطفال، ولكن إحنا نأخذ الأمثلة على الحياة اللي نتصورها للطفل. يعني مثلا السكر قبل الوجبة كان 350، واليوم حسبنا كمية النشويات في هذه الوجبة طلعت 70، وإحنا محددين للطفل أنه 1 وحدة من الإنسولين لكل 10 جرام نشويات، ومحددين كمان أن تصحيح السكر 1 لكل 50. طيب خلونا نسوي الحسبة هذه، السكر قبل الوجبة 350، طيب 350 هذه راح نطرح منها 100، فبتصير ليش طرحنا منها 100؟ 100 هذه طبيعية الأولى ما نحتاج نسوي تصحيح عليها، فبتصير الناتج 250. الميتين وخمسين هذه إحنا قلنا 1 لكل 50، كم في 50 في 250؟ 5. طيب معامل النشويات 1 لكل 10 جرام نشويات، طيب فبالتالي على 70 نحتاج 7 وحدات، نقوم نجمع 5 هذه مع 7 فيصير الناتج 12 وحدة لتغطية هذه الوجبة، إذا كان السكر مرتفع أصلاً قبل الوجبة 350. الجرعة كبيرة، الجرعة كبيرة لأنه مليانة نشويات ولأن السكر مرتفع قبل الأكل. طيب أنا عندي لكم نصائح عامة. أول شيء لابد من قياس السكر باستمرار على الأقل، إذا أقل يعني تقدير قبل كل وجبة وقبل النوم، ولابد أن يتدون في دفتر أو في يعني اللي يعطى من أخصائي التغذية أو مثقفات السكر، إذا ما عندكم والله أي دفتر عادي سوهم في جدول قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء وقبل النوم، هذا أقل حاجة يعني الحد الأدنى. طيب الشيء الثاني قياس النشويات لكل وجبة وتطبيق المعادلات اللي تكلمنا عنها في البداية. الشيء الثالث دائما اسألوا، لا يعني تشحون بالأسئلة، الأسئلة للطبيب جدا مهمة، أسئلة التثقيف الصحي تثقيف السكر يعني من أهم الأسئلة اللي ممكن تفيدكم وتغذي معلوماتكم، وكذلك أخصائيين التغذية. كل ما زدنا معلوماتنا كل ما كانت يعني انتظام السكر بصراحة يعني أسهل وسلس أكثر، ونتلافى الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة اللي ما لها أي سبب، وفي النهاية هذا استثمار في الصحة، صحة الأطفال. راح أقول شيء عن تصحيح الجرعات الإنسولين، لازم كل بين كل جرعة وجرعة الإنسولين، لازم إحنا عارفين أن الإنسولين السريع يشتغل 3 ساعات، لازم يكون بينهم 3 ساعات، ولا إذا ما صار بينهم 3 ساعات على الأقل راح يتعرض الطفل لانخفاضات مباغتة يعني مفاجئة.
شيء ثاني، ينبغي أخذ الإنسولين مع الوجبات الصغيرة إذا كانت النشويات أكثر من 15 جرام نشويات. على سبيل المثال أكثر من حبتين حبة توست، ترى هذا يعني تعتبر نشويات كثيرة ولازم يأخذ عليها إنسولين لكي لا تسبب ارتفاعات. كيف نأخذ الإنسولين مع الوجبات الصغيرة؟ أبداً نفس حسبة الوجبات الكبيرة، نقيس السكر قبل ونقيس كمية النشويات ونحسبها. أرجع وأكرر، لازم يكون 3 ساعات بين كل وجبة ووجبة أو كل جرعة وجرعة. أوكي؟ طيب لنفترض أن الطفل ما يبغى يأخذ إنسولين مع الوجبات الصغيرة، يعني رافض تماماً بس الوجبات الكبيرة يعني يبغى يأخذها، وجوعان لازم يأكل. طيب في أمثلة عندنا وجبات صغيرة خالية من الإنسولين، خالية من الكربوهيدرات، وتسد الجوع وتخليه يصبر لما يجي وقت الوجبة الرئيسية. أو ممكن نقدر نعطيه، يعني إذا مثلا وقت الغداء ولا العشاء مثلا في عزيمة راح يتأخر الوقت شوي، نقدر نعطيه من هالوجبات بدون ما يحتاج أنه يأخذ إنسولين عليها. زي ما قلنا إذا كان أكثر من 15 جرام نشويات لازم يأخذ معها إنسولين، إذا كانت أقل من 15 جرام نشويات لا يعطى الإنسولين إلا إذا كان هناك ارتفاع في السكر. أمثلة على وجبات أقل من 15 جرام نشويات هذه عندكم، اللي يعني الأمثلة المفضلة عندي إنها تكون وجبة معتمدة اعتماد رئيسي على البروتين. هذه مثلا سلطة تونة ما فيها زيرو نشويات، ما في مع خضار، ما فيها بطاطس، ما فيها يعني أي، ما فيها خبز، ما فيها الكلام، فبالتالي ما فيها أي نشويات، هي معتمدة على الألياف اللي هي في الخضار، معتمدة على البروتين في التونة. طيب عندكم هذا البرجر ما في خبز، بدون خبز، ملفوف بخضار ومع قطعة جبنة، الطبق هذا تقريبا خالي من النشويات ولا تذكر كمية النشويات اللي فيه، واعتقد انه يعني تشبع الطفل لما يجي وقت الوجبة الرئيسية. بيض مقلي، بيض مسلوق، بيض اي حاجة، بس ما يكون معه حليب لان الحليب فيه نشويات، ولا يكون معه خبز في هالحالة هذه. ممكن نضيف لجبن فيصير يعني أومليت ووجبة كمان يعني تسد الجوع. أو مثلا مكسرات، سواء مكسرات محمصة سواء مملحة، الشيء اللي يحبه. الأكثر صحية طبعا اللي هو المكسرات النية اللي ما هي محمصة، وتشبع وبرضو ما تحتاج إنسولين لأنها أكثرها دهون، ودهون جيدة طبعا مع بروتين، فما فيها، ما تحتاج إنسولين. هذا كل ما عندي اليوم، وأنا أنتظر أسئلة. أمادي تسمعوني الآن؟ الحين نسمعك يا دكتورة. طيب هذا كل ما عندي اليوم، وأنتظر أسئلتكم اللي حاب يعني يسأل، وشكرا لاستماعكم. طبعا يطول الحديث في الموضوع ذاك، يعني طويل، يعني ما تكفي حتى أيام، ولكن هذه يعني أشياء أساسية تحطونها في عين الاعتبار يعني إذا بتحسبون الجرعات. واللي عنده سؤال يتفضل، أعتقد كاتبين بعض ال. شكرا جزيلا يا دكتورة على المحاضرة الرائعة، إن شاء الله الحين نستقبل الأسئلة. أول سؤال معنا، أتمنى التحدث عن الجرعة المزدوجة والجرعة المطولة فيما يخص المضخة ومتى تستخدم. هذه أنت تقرينها من الرهام من الشات. الجرعة المزدوجة في المضخة متى تستخدم؟ أصلاً المضخة إيش مصممة؟ المضخة مصممة أن ما في جرعتين تدخل على بعض، وإذا دخلت جرعتين على بعض، يعني مثلاً أخذت بولس الآن وأخذت بعد ساعة بولس آخر، ترى يطرح المتبقي في الجسم، يطرح الإنسولين المتبقي في الجسم، والمضخة يعني تشرح الشيء ذلك، يطلع لك علامة أنه ترى في إنسولين متبقي في الجسم، فما في شيء مزدوج يعني في المضخة. تحسبها زين، ما في يعني ما فيها، ما تغلط في الشيء ذا يعني إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني، ماذا عن اختلاف البعض تقسيم إجمالي الأنسولين القاعدي وسريع المفعول، يتم تقسيمه على 500 للكبار والأطفال 350؟
لا أنا إحنا نتبع قاعدة 500. بعض الناس يعني ما أدري ما أدري يعني المصدر حقهم 350، لكن إحنا يعني نتبع قاعدة 500. أوكي، في سؤال، ما رأيك في مجتمعنا العربي وفي السعودية تحديدا ومع الأطفال وبالذات أثناء الدراسة؟ هل ينفع للأغلب الأكت رابت لتغطية وجبة الفطور في البيت وكمان فترة وجبة الفسحة؟ هذا السؤال أكثر سؤال تقريبا يجيني في العيادات، ينفع ولكن فيه خطورة. يعني متى يأخذ الأكترابت؟ يعني إذا أفطر في البيت طيب، والفسحة راح تكون بعد 3 ساعات أتليس، أقل حاجة على أقل يعني هذا بعد 3 ساعات راح تكون، فالأكترابت أوريدي راح يكون يعني تقريبا يعني بوصل لنهايته يعني في هذا. فأنا أفضل اللي ما يقدرون، ومعظم الناس ترى كذا ما راح يقدرون يعطون الفسحة، جرعة الفسحة خصوصا الأطفال الصغار. ممكن في بعض الأحيان أنا أضيف في الإنسولين العكر جرعة بسيطة في الصباح بحيث تغطي لنا 12 ساعة، تغطي يعني وقت وجود الطفل في المدرسة، وأنا أحس أني مرتاحة أنه ما راح يرتفع عليه السكر. أوكي، كيف ممكن تكون الجرعة؟ بس بليز ما حد يعني يبغى لها حسبة مرة دقيقة، لكل طفل جرعة مختلفة، فاللي يبغى يعني يعرف إذا كان في بالإمكان يتسوى هذا الشيء ولا ما يتسوى على وقت الدراسة إن شاء الله ممكن عاد نعمل محاضرة ثانية. أوكي، طيب ناخذ السؤال اللي بعده. أيوة معيني؟ كيف ممكن تكون الجرعة الخاصة بالأكل ثابتة بالرغم من أن أكل الطفل ليس ثابت يومياً ومتغير؟ أوكي، أنا قلت في خلال المحاضرة لا يمكن الوصول للسكر منتظم والجرعات ثابتة إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان الطفل يأكل نفس الكمية ونفس الأكل كل يوم، وهذا شيء شبه مستحيل، لا يمكن أن يحدث يعني مستحيل. الكبار ممكن يعني في بعض في الأحيان النادرة الناس اللي نظاميين جدا، الطفل لا يمكن، لذلك الجرعات الثابتة نوع كبيرة كذا بالنسبة لأطباء السكر، ما أحد يفضلها ولا أحد يأيدها. أوكي، ليش يتعرض الطفل للانخفاض بين الوجبات إذا كانت كمية الأنسولين اللي أخذها تغطي الوجبة السابقة ولا يوجد زيادة؟ يمكن نسبة النشويات في الوجبة الأخرى الثانية أقل يعني من نسبة النشويات في الوجبة الأولى، أو أن الطفل زاد مجهود الحركي. طفل السكر إذا سوى مجهود حركي زائد عن الحد لابد أن يعني أول حاجة نعطيه شيء يعني مثلا ما عصير في نص اللعب، وخصوصا مثلا مع الرياضات السباحة والكورة والأشياء دي لازم يعني نتفادى الانخفاضات هذه قد ما نقدر. أوكي، طفل مصاب بداء السكري وجرعة أنسولين اللانتوس مرة في اليوم، وأخطأ الأب والأم وأعطوه جرعتين في اليوم، فما التصرف الصحيح؟ والله التصرف الصحيح في الحالة هذه إنه يقيس السكر الله يعينهم يعني كل ساعة خلال الليل خصوصا إذا كان نايم، وما يعطون أبدا صافي معاه أو النوف رابيد، ويتابعون متابعة دقيقة، ويكون جاهز عندهم إبرة الإنعاش حقت الجلوكاجون اللي هي إبرة الانخفاض السكر. أوكي، هل ممكن حساب الجرعات أيضا للكبار؟ أكيد لازم. إذا كان أنا أتكلم عن النوع الأول من السكر عند الكبار نفس الكلام اللي إحنا قلنا ينطبق للكبار. أوكي، مرضى الفشل الكلوي كيف يؤثر الغسيل على جرعات الأنسولين؟ طيب طبعا الحين الغسيل الكلوي طبعا يعني يغسل أي شيء في الجسم بما فيها الأدوية يعني جرعات الأنسولين، فيكون مثلا قبل يعني قبل بعد ما يرجعون من الغسيل عاد يرجعون جرعاتهم العادية، قبلها ممكن يزيدونها شوي عشان باعتبار أنه هذا. وبس للتنوين يعني أنا طبيبة أطفال فما نقابل الشيء ذا، يعني يمكن إذا سألتوا طبيب سكر الكبار ممكن يفيدكم بمعلومة أدق من كذا. بس ريهام في سؤال، ما هي أفضل المصادر والمراجع تثقيف معرفة معلومات عن مرض السكري؟ طيب فيه
الأمريكان دايبيتس أسوشيشن اللي هي منظمة السكر الأمريكية، في عندهم جزء كامل لتثقيف الأم والأب، وحتى في جزء كامل لتثقيف الطفل. إذا الأحد مثلاً يشغل الترجمة في جوجل ممكن يستفيد من هذا الشيء كثير. أنا بالنسبة لي هذا رقم واحد في المراجع يعني بالنسبة للأهالي. دكتورة لو سمحتي ممكن تقولي رأيك في حمية الكيتو، هل تناسب مرضى السكر النوع الأول؟ شوفوا السكر النوع الأول، تتكلمي عن الكبار ولا الصغار؟ أنا بتكلم بخصوص يعني في مجالي اللي هو سكر الأطفال. دايت الكيتو لا يمكن أن يستمر عليه أي طفل، هذا شبه مستحيل. الطفل يعني مستحيل يمر يوم على طفل من دون ما ياكل رز ولا خبز ولا مكرونة ولا حبة فاكهة، ولا هذه كلها كربوهيدرات. الكيتو هو تقريبا خالي من الكربوهيدرات. طيب إذا أخذ الطفل إنسولين مع الكيتو راح يصير له انخفاضات. الإنسولين اللي ياخذه الطفل، تتذكروا لما أعطيتكم وريتكم البنكرياس إنه عمره ما وقف عن إفراز الإنسولين حتى والإنسان وقت يكون نايم يعني. فأنا كيف بعطي إنسولين وما في كارب بالمقابل وراح أعرض الطفل للانخفاضات؟ وأصلاً الكربوهيدرات في الأطفال جزء أساسي جداً لنمو الخلايا العصبية عندهم ونمو وظائف الدماغ، فأنا أعرضهم كذا، نعرضهم للخطر إذا حطيناه مع الكيتو بصراحة. أوكي. كم يكون الوزن للطفل بعمر 8 سنوات ونعمل له تحليل السكر؟ ما فهمت، يعني الوزن للطفل ما في وزن كذا طبيعي، هو رينج يعني من كذا إلى كذا على حسب طوله، ما يعني حتى لو قلتي لي العمر لازم نعرف الطول يعني. وكيف نعمل له تحليل السكر؟ أيوة. من السكر إلا إذا في أعراض، إذا في أعراض للسكر. إيش أعراض السكر؟ الطفل تعبان دايم، نايم، الله يعزكم يعني يروح دورة المياه كثير، يتبول، يشرب موية بكميات يعني ما سبق شفتيه بالشكل هذا، فيه جفاف وجهه وتغير وزنه كثير، يعني هذا اللي احنا يعني يثير القلق. إذا ما عنده الأعراض هذه صراحة ما يعني ما أنصح أنكم تسوون تحليل السكر. أوكي. عندي أختي مصابة بالسكر فجأة من دون سابق إنذار ولا في تاريخ إصابة بالسكر في العائلة أصلاً، فهي أحياناً يوصل 300 وأحياناً ينخفض إلى 50، كيف نتعامل مع وضعها؟ شوف أخي الكريم، السكر النوع الأول أكثر من 85% أو يمكن حتى 90% من الحالات ما يكون في أي تاريخ إصابة في العائلة، يكون شيء فجأة يظهر وجديد، ويعني أغلب الظن العائلة ما يكونون يعني متوقعين حدوثه. إذا كان يوصل أحيانا 300 وأحيانا ينخفض 50، سووا الكلام اللي قلت لكم في المحاضرة واحسبوا الجرعات بدقة، وأوعدكم بإذن الله أنه مستحيل يعني يصير هذا التذبذبات إن شاء الله. إن شاء الله. هل تختلف الجرعة للطفل السمين؟ طبعا تختلف، لأنه أصلا جرعات الإنسولين لما نحسب يعني المجموع كامل من الإنسولين بما فيها الإنسولين القاعدي والإنسولين سريع المفعول، هذه غالبا المفروض تشكل غالبا من 50 إلى 60% من وزن الطفل، يعني تقريبا نصف وزن الطفل هذا إنسولين. يعني على سبيل المثال الطفل اللي وزنه 30 راح ياخذ إنسولين 15 وحدة، مجموع القاعدي مع السريع المفعول التوتال 15، ولكن الطفل اللي وزنه مثلا 60 راح ياخذ 30 وحده، فطبعا تختلف الجرعه للطفل السمين. وعلى فكره يعني السمنه مع السكر حاجتين ما هي كويسه اذا اجتمعت مع بعض ابدا يعني، فلازم تعالج السمنه هذه. اوكي. حساب النشويات، كل شخص على عمره وصحته، مثلاً أنا عمري 18 سنة وسكرية، سكري تقريباً منتظم، فكم جرام نشويات تقابل وحدة أنسولين نوفو رابيد؟ والله برافو عليك، إذا سكرك منتظم يعني هذا الشيء يعني يجعلني فخورة فيكي.
طيب أنا اللي فهمت إنه كم جرام، يعني شفت الحسبة اللي قلناها في الأول، قلنا 500 تقسيم مجموع الوحدات كاملة خلال اليوم، هذه حسبتها يعني عشان تحصلين على معامل النشويات. ولكن أنا أرجع أقول لك ضروري ضروري تشوفين أخصائي التغذية، ضروري يعني تبري استثمار في جسمك. أوكي. هل تطبق هذه الحسابات على الكبار أيضا ولا الأطفال فقط؟ الكبار من النوع الأول من السكر. أوكي. كل الكبار والصغار من النوع الأول من السكر. أوكي. هل الحسبة اللي ذكرتيها لتصحيح السكر هي نفسها حساب عامل الحساسية؟ برافو عليك. إيه يا فاطمة، هذه هي نفس الحساب، إيه نفس لها كم مصطلح يعني. أوكي. طفل مصاب بداء السكري، دي خلاص قلناها. في سؤال يا دكتورة، هل الأنسولين العكر والصافي معمول به؟ رحنا عند دكتور قال له آثار جانبية مستقبلاً. العكر والصافي حاجة يعني قديمة يعني مرة، يعني old style، يعني ممكن نستخدمها في الأماكن اللي نائية بعيدة عن يعني الأماكن السهل يعني وجود الإنسولين هذا الجديد الحديث اللي يعني فعلا يعدل السكر. الصافي والعكر أنا ما أستخدمه ولا أتذكرني مرة فاستخدمته. لما ذكرت لكم قبل شوي العكر قلت ممكن نعطيه في الصباح مع اللانتس ومع كل نفس الأشياء، ولكن ما هو بقصدي إنه نعطيه على مدار اليوم صافي وعكر. الصافي والعكر عمره ما يعني حسن السكر في الأطفال ويعرضهم لانخفاضات شديدة خلال اليوم خصوصا في وقت المدارس. أوكي. متى غالبا يحدث تايب 1 دايابيتس للأطفال؟ أقصد العمر، وهل نبدأ على طول بيزل بولس ولا نبدأ بالبداية بيزل بلس ونبدأ نقيس ونزود الجرعات لين نوصل للكنترول؟ وهل في بيزل إنسولين آمن على الحوامل؟ والله الحوامل هذول عالم يعني آخر، يبغالك تسألين طبيبة طبيب سكر يتابع الحوامل، هذا يعني آخر يعني آخر جزء من السؤال. طيب متى يحدث تايب 1 ديابيتس؟ تايب 1 ديابيتس ما له وقت يحدث، من عمر بعد عمر سنة إلين في الأطفال إلين مرحلة يعني البلوغ وبعد كذا يعني. وفي مثلا على سبيل المثال رئيسة وزراء بريطانيا السابقة جاها تايب 1 ديابيتس عمرها 50 سنة، فما له وقت حقيقة يعني، بس الأغلب إنه يجي في حدود يعني وقت الطفولة يعني. أي نعم نبدأ على طول البيزل، هي قصة الإنسولين القاعدي والجرعات التصحيحية هذه نبدأها في نفس اليوم في نفس الوقت. ارتفاع أم انخفاض السكر أخطر؟ انخفاض انخفاض، ولكن ارتفاع على المدى الطويل خطير جدا جدا، لكن على المدى القصير في نفس اللحظة الانخفاض مخيف أكثر. أوكي. وين الأفضل، المضخة أو الأقلام؟ المضخة الكثير يعتقد أنها حل نهائي وجذري للصداع هذا اللي يسوي السكر، ولكن أنا بالنسبة لي أنا أشوف أنها مجهود كبير، صحيح إن فيها ميزات لا تعد ولا تحصى. أنا ودي كمان نتكلم عن المضخة يمكن في محاضرة أخرى، لأن يعني إذا فتحنا موضوع المضخة يعني بياخذ من وقتنا كثير، ولكن وين الأفضل؟ ما في أفضل، على حسب وضع العائلة، كل عائلة لها وضعها، كل طفل له وضعه، كل يعني ما في اثنين زي بعض أبدا. أوكي. ممكن شرح الفرق بين طويل الأمد وقصير الأمد؟ وإيش الفرق بين الحبوب والإبر؟ شرحناها قلنا طويل الأمد إنه أو طويل المفعول إنه يشتغل على مدار 24 ساعة، القصير المفعول 3 ساعات ويروح من الجسم ويستخدم يعني الوجبات. الفرق بين الحبوب والإبر ما يعني الحبوب ما تستخدم في النوع الأول من السكر بأي شكل كان. أوكي. هل يختلف معامل النشويات من الصغار للكبار؟ لا، لأنه إحنا
على حسب يعني نفس المعامل النشويات اللي احنا قلنا 500 تقسيم مجموع الجرعات خلال اليوم. فبالتالي بتطلعين رقم غير عن رقم مثلا انسان صغير، لانه انسان صغير راح ياخذ مثلا مجموع الجرعات خلال اليوم مثلا 15 وحدة، بينما الكبار مثلا ياخذون جرعات خلال اليوم مثلا 60 وحدة. فهي نفس الحسبة وتطلعون الرقم الناتج مختلف بس الحسبة نفسها بالضبط. أوكي. كيف يتم التصرف مع ظاهرة الفجر وظاهرة سموجي خصوصا عند ثبوت ظاهرة الفجر وعدم الانخفاض؟ طيب حلو السؤال. ظاهرة السموجي إذا كانت في يعني في خلال اليوم في خلال النوم عفوا، الطريقة تخفيض التخفيض عفوا شو اسمه تخفيض جرعة اللانتس بحيث انه ما يصير انخفاضات خلال اليوم، وبالتالي اذا قام الطفل من النوم يصير مرتفع بفعل الهرمونات. اخ حازم ما شاء الله مرة يعني دقيق في الأسئلة. طيب ظاهرة الفجر لا، حلها نزيد الجرعة بحيث اننا نمنع انخفاض نمنع زيادة شو اسمه زيادة السكر. بعض الأمهات لا تحسب بدقة كمية النشويات في الوجبة وتقوم بتقدير قريب لجرعة الأنسولين السريع، هل ذلك يؤثر سلباً على صحة الطفل؟ أكيد مليون في المية. التقدير عمره ما يرح يصلح السكر ويعرض الطفل لارتفاعات غير مبررة. تكون الأم تقول دكتورة يرتفع سكر طفلي ما أعرف ليش. طيب نرجع خطوة كذا لورا، كم حسبتي جرعة النشويات؟ تقول ما أعرف قدرناها تقدير. والعكس صحيح، يعني ممكن تعطي على التقدير وبعدين بعد ساعة يجي الطفل انخفاض يعني شديد وتعرض حياته للخطر يعني. أوكي. في سؤال، عند بداية التشخيص للأطفال والبالغين من النوع الأول، ما هي المعادلة المستخدمة لتحديد الوحدات المبدئية لسريع وطويل المفعول؟ زي ما قلت أنا الحين غالباً الجرعة الكاملة تقريباً نص الوزن، الوزن 30 الجرعة 15. طيب ال 15 هذه نصها بخليها الإنسولين قاعدي اللانتس، والنص الثاني اللي هي مثلاً 7، طبعاً ما نقدر نحط 7 ونص، نحط 7 وحدات بيكون إنسولين قاعدي، والباقي بوزعها على الوجبات كبداية، وبعدين عاد نبدأ نشتغل في الكربوهيدرات واللي هي النشويات والأشياء هذه ونزيد ونقص على حسب الاحتياج. طبعا مع الطبيب المعالج لازم يكون الطبيب ومثقفات السكر موجودين يعني في خلال هذا. أوكي. في سؤال يا دكتورة، عن الممارسات الخاطئة التي تؤثر على عمل الإنسولين في الجسم. عيدي بالله لأني أنا قاعد أدور على السؤال هذا وين. الممارسات الخاطئة التي تؤثر على عمل الأنسولين في الجسم. أول حاجة أنتوا عارفين الأنسولين يحفظ 28 يوم بالكثير شهر من تاريخ فتحة، وبعدين لازم التخلص منه حتى لو إن شاء الله باقي في القلم 3/4 ضروري التخلص منه. الشيء الثاني انك مثلا الواحد يعرض الانسولين للحر الشديد، يعني دائما يقولون الشركه انه يحفظ الانسولين في من بدء استخدام القلم نفسه قصدهم في درجه حراره الغرفه. هم درجه حراره الغرفه احنا عندنا حر شديد الانسولين يفسد في درجه حراره الغرفه. اوكي. الشيء الثاني اذا اخذ الانسان انسولين وبعدين اجل موضوع الاكل فجأة ينزل السكر، احنا قلنا يشتغل خلال 5 دقائق الانسولين، فلازم احط هذا، لازم يكون في اكل جاهز قدامي. وفي حاجة ثانية كمان بالنسبة لامهات اطفال السكر، عصير دائما، هذا عصير اللي فيه 15 جرام اكيد كل الامهات يعرفونه اللي في المدارس، سواء عصير سواء اي شيء اي حلى فيه 15 جرام سكر ما ينزل من شنطة الطفل او شنطتك، يعني دائما يكون موجود. كيف أزيد اللانتوس إذا حصل ارتفاع عند الاستيقاظ من النوم في ظل الجائحة؟ كيف أزيد اللانتوس إذا حصل إيش؟ إذا حصل ارتفاع عند الاستيقاظ من النوم. إذا صار استيقاظ من النوم هذا ما له علاقة اللانتوس، اللانتوس من بكرة تزيدينه.
لكن في نفس الوقت زيادة اللانتس زيادة أو تعديل السكر خلال النوم إن الواحد يأخذ جرعة من الصافي إذا كان بيظل صاحي. إذا كان بيظل صاحي ممكن يأخذ جرعة من الصافي. أوكي دكتورة، كيف أتعامل مع سكر الطفل قبل النوم وأثناءه تفادياً للهبوط؟ أول حاجة النوم إذا كان نزول السكر متكرر، أوكي؟ معناته عندنا إشكالية في الإنسولين القاعدي، لازم يخفض الإنسولين القاعدي، غير آمن. معناته إنه إذا كان مثلاً 8 خلوه 7، إذا كان 7 ومستمر يعني مثلاً خليته أسبوع على 7 وما زال في انخفاضات كمان نزلوا 6، لأنه الجرعة حق الإنسولين القاعدي نعرف أنها مضبوطة أو زايدة أو ناقصة عن طريق السكر خلال النوم غالباً. فهذا هو بالنسبة وإذا كان مثلاً أنتوا إذا كان طفل يقوم على على سكر كويس دائماً ولكن يجي له شوية انخفاض أول الليل ولا على أي يعتمد صراحة متى نام، أنا دائماً أنصح الأمهات أنه وجبة خفيفة قبل النوم، وجبة صغيرة جد يعني إيش تكون؟ تكون عبارة مثلاً عن كربوهيدرات تسمى معقدة، على سبيل المثال خبز نخالة أو شابورة نخالة، ممكن صحن شوفان مع شوية حليب تتسخن ويعني تصير زي الأوتميل كذا. هذه الأشياء يعني تحافظ على مستوى السكر في الدم لمدة طويلة، فبالتالي يمنع الطفل أنه يتعرض لانخفاضات يعني في الليل. أوكي، في سؤال، كيف نعرف نوع السكر الأول ولا الثاني؟ لابد يعني السكر الأول، أنا دائما أقول السكر الأول ما ينتظر على الإنسان، يعني على طول تبان أعراضه وما يقدر الإنسان يجلس من دون علاج، يعني ما يقدر يتحمل يعني شهر في البيت، لا يمكن، يعني بتطلع أعراضه بيروح المستشفى وبيبان يعني الفحص الدقيق طبعا يعني عن طريق أول شيء التاريخ المرضي والتاريخ العائلة، وفي أجسام مضادة نعملها يعني تحليل دم قصدي. أوكي، بنت 12 سنة وعند الفجر السكر 270، ما العمل؟ يعتمد هي متى تنام فجر ولا ما يعتمد هي صراحة متى تنام. إذا كانت والله توها تقوم يعني الفجر من النوم معناته نزيد اللانتس، إذا كانت الفجر موجودة هي لسه ما نامت معناته في يعني وجبات خفيفة أو يعني لخبطة خلال الليل يعني تلخبط مستوى السكر. رقم 500 في التقسيم ماذا يعني؟ هذا عامل يعني بناء على دراسات كثيرة، ما يعني مو شيء يعني أنا اللي ابتدعته ولا هذا، يعني بناء على دراسات بناء على حسابات رياضية وصلوا لهذه الحسبة يعني. أوكي، والآن انتهت فقرة الأسئلة، وفي ختام اللقاء نشكر لكم حضوركم أيها المتابعين الكرام، نشكر الدكتورة إيمان باسم جمعية السكري السعودية الخيرية، شكرا جزيلا لحضورك يا دكتورة إيمان، شكرا على المحاضرة وشكرا على إجاباتك على كل الأسئلة المتاحة. صراحة ما خلصت الأسئلة لكن خلصت وقتنا مع الدكتورة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتورة، ونبغى منك نصيحة أخيرة للمتابعين. شكرا جزيلا لكم ريهام، وشكرا لأستاذنا عبد، يعني ممنونة صراحة لإتاحة الفرصة هذه. يعني نصيحة أخيرة، يعني الوقت اللي إحنا فيه وقت جلوس طويل ووقت أكل يعني معظم الأوقات من طلب من برا ومطاعم وكذا بسبب وقت الفراغ الكبير، حاولوا قد ما تقدرون أنكم تسوون بروجرام أنهم ينشغلون الأطفال بغير الأكل، وقد ما تقدرون تسوون بروجرام أنه يتحركون شوي، لو اللي عنده سيكل ولا اللي عنده مثلا حوش صغير يعني يركضون أو مثلا نط الحبل، أي رياضة ممكن تحركهم شوي بتساعد السكر كثير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله كل المتابعين وكل المستمعين يكونوا استفادوا من المحاضرة ويطبقوا نصائح دكتورة إيمان. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتورة إيمان، نورتينا النهاردة. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. شكرا حبيبي.